أهلا بكم في أحوال الطقس. مديرية الأرصاد الجوية الوطنية كتوقع يوم الأحد انتشار بعض السحب المنخفضة الكثيفة بالواجهة المتوسطية والسواحل المحيطية الوسطى، بحيث من المحتمل غادي تعطي بعض الأمطار الخفيفة محليا. كما يرتقب أن تنتشر سحب غير مستقرة خلال الزوال والمساء، وستكون مصحوبة بزخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة وشرق المملكة والسفوح الجنوبية الشرقية والهضاب العليا، ومن المحتمل كذلك فوق منطقة الريف. كما ستنتشر سحب منخفضة كثيفة خلال الليلة الموالية، محملة أحيانا بأمطار جد خفيفة محليا بالساحل المتوسطي ومحليا بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى. عدا ذلك غادي تبقى الأجواء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة. درجات الحرارة خلال النهار غادي تتراوح ما بين 26 و 31 درجة بالقرب من السواحل والمرتفعات، وما بين 33 و 39 درجة بالسواحل الداخلية، وما بين 33 و39 درجة بالسهول الداخلية، وغادي توصل ل 40 و42 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية. نهاية أحوال الطقس، إلى اللقاء.